ما بذلتموه من جهود على جميع المستويات، سواء كان بالعمل او بالحضور او بالاسناد والدعم ماديا او معنويا ولو بالكلمة والوقفة، ان شاء الله سوف يعلن لاحقا فيما اذا تم القرار على استدامة العمل واستئناف العمل ان شاء الله، فسوف ينشر الخبر والاعلام ان شاء الله سواء كان من العمل او الصلاة. يغفر الله لكم. هناك نقطة لابد من التنويه لها او عليها، لانه هذه المسجدية تكون ثابتة، وهذا الحكم شرعي، ليس لاحد الحق في ان يتنازل عن هذا المكان. هناك كلام مسبق لاستبدال هذه الارض واستبدالها بمكان اخر. هذا الامر ليس من حق اي احد ان يتنازل عن مسجدية مكان اذا كان هناك قرار بارض اخرى، فصاحب القرار هو وشأنه يتكفل بالارض الاخرى. اما هذا المكان سوف يبقى ثابتا على مسجديته، وبدعمكم ان شاء الله وجهودكم تبقى هذه المسجدية والحفاظ عليها ان شاء الله. يغفر الله لكم جميعا.